بونجور أتوس، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بهذا الدرس رح ناخد الجزء الثالث من السلسلة اللي هي quelque chose d'entendu، شيء ما غير متوقع. كنا بدروس سابق أخذنا أول جزء وثاني جزء، رح أحطلكم روابطهم بصندوق الوصف إذا ما كنتوا حاضرينهم، رح تقدروا تتابعوا السلسلة بانتظام وتستمتعوا فيها. نعتمد بهاي السلسلة أنه نعرف الجمل والفوكابيولير المهمين اللي ممكن نستخدمهم بحياتنا اليومية، وكيف فينا نستخدمهم بحوار ممكن يكون بين شخصين أو عدة أشخاص حسب كل حوار أو محادثة من المحادثات اللي عم ناخدها. بدرسنا اليوم مثل ما قلنا رح ناخد quelque chose d'entendu اللي هي بتيجي بمعنى شيء ما غير متوقع، فرح نبتدي فيها مع بعض. بداية حبلش بالفوكابيولير. se rendre، se rendre بمعنى الذهاب. inquiet، inquiet بمعنى قلق. montrer، montrer يشير إلى أو يعرض. montrer. que de mystère، que de mystère هو في نقول تعبير بمعنى يا له من لغز أو شو هذا الغامض، يا له من غموض. sensible، sensible حساس. à l'intérieur، à l'intérieur في الداخل. une fête، une fête حفلة. joyeux anniversaire، joyeux anniversaire اللي هي عيد ميلاد سعيد. justement، justement تماما. ça y est، ça y est بمعنى هذا هو. mon dieu، mon dieu بمعنى يا إلهي. une équipe، une équipe بمعنى فريق. un millefeuille، un millefeuille اللي هي نوع من الحلويات بيكون بهذا الشكل، اعتقد اغلبنا بيعرفه. une belle tarte، une belle tarte اللي هي سكين تقطيع وتقديم الحلوى. بالعربي ما بعرف الا اسم معين او لا، اذا كان الا اسم حطوا لي اسمه بالتعليقات، بس اللي بيكون هيك شكلها بنقطع فيها الكيك الجاتو او التارت ونقدر نسحبها، فهي اسمها une belle tarte ونقدر نصب فيها او نسكب فيها. كل هدول الفوكابيولير والمصطلحات موجودين بجدول خاص في موقع سلينجو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف لتقدروا تضيفوه لجداولكم. هلا رح نبتدي بالمحادثه مع بعض. quelque chose d'entendu. après avoir amené Mathieu à l'école، Claire se rend le plus rapidement possible au poste de police où elle travaille. بعد ما ودت ماثيو على المدرسه، كلير ذهبت le plus rapidement possible بأكثر سرعة ممكنة au poste de police اللي هو مركز الشرطة. où elle travaille بمعنى هون où هي المكان الذي تعمل فيه. à son arrivée elle voit que son chef l'attend à la porte. l'inspecteur Faure semble très inquiet. à son arrivée عند وصولها هي شافت الشيف ينتظرها على الباب. الانسبكتور المفتش فور كان يبدو قلق جدا. كلير انسبكتور فور qu'est-ce qu'il se passe؟ qu'est-ce qui est urgent؟ فور je ne peux pas vous le dire ici. entrons dans le bureau et je vous montrerai. كلير que de mystère. ce doit être une affaire très sensible. Jacques à l'intérieur. كلير شافت الانسبكتور فور وعم تقول له ماذا يجري او ماذا يحصل، ما هو الشيء السي اورجون الضروري او المستعجل لهذا الحد. فور je ne peux pas vous le dire ici. لا استطيع ان اقول لك هنا. ادخل للمكتب. je vous montrerai راح ورجيك او راح اعرض عليك شو هو الشيء الضروري او المستعجل. هون بمعنى ساريك او ساشرح لك. كلير que de mystère. يا له من لغز او يا له من سر او شيء غامض. هذا يجب انه يكون قضيه كثير حساسه. جاك اي على الانتيريور. جاك في الداخل. ف وي ايل سون توس على الانتيريور. سي تو ان افير تري سيريوز اي ايل ا بوزوان دو تون اكسيون ايميديات. توس سوربريز. كلير Qu'est-ce que c'est que ça? Une fête surprise pour moi? On a fait un bilan et le kilhom fit d'achel. Il y a une question
جدية وهي بحاجة تصرفك أو بمعنى أفعالك الفورية. ton action immédiate. tous الكل عم بيقول surprise مفاجأة. Claire استغربت أو تفاجأت. ما هذا حفلت مفاجأة لإلي. pour moi. faire joyeux anniversaire inspecteur gentil. Claire mais mon anniversaire c'est le 12 septembre. Jacques justement c'est aujourd'hui le 12 septembre. Ça y est, tu as 40 ans. Claire, mon Dieu, c'est vrai. Merci d'avoir pensé. Joyeux anniversaire à Eid Milad Saïd. Mais on est عم تقول ماري انه هي الانيفرسير تبعيتها يعني ذكرى عيد ميلادها اللي هي 12 سبتمبر 12 ايلول. جاك عم يقول جوستومون تماما او بالضبط اليوم هو 12 سبتمبر. سيء هذا هو. الآن أنت تو 40 40 سنة عمرك بمعنى أنت عمرك 40 سنة. كلير مون ديو يا إلهي سي فغي هذا صحيح. شكرا لأنكم فكرتوا بهذا الموضوع. ميرسي دي أفواغ بونسي. توس سانتي بمعنى بصحتك أو نخبك. كلير أن غران ميرسي أفو توس. سيت أن أونور دو ترافايي أفيك سيت إكيب. Attendez une minute. C'est de mille feuilles ça. Allez, passez-moi la belle à tarte. Un grand merci à vous tous. شكر كتير كبير لكم جميعا. شرف كتير لإلي إنه أعمل بهذا الفريق. Attendez une minute. لحظة أو دقيقة. C'est de mille feuilles. هي النوع الحلوة. اللي واجهتكم صورتها. Allez, passez-moi. مرر لي أو أعطيني لابيل أتاخت سكين تقطيع الحلو. وهيك بيكون خلص درسنا اليوم اللي أخذنا فيه الجزء الثالث من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بتمنى هالسلسلة تكون عجبتكم وتعم تستفيدوا منها. إذا حبيتوها يا ريت تحطوا لي بالتعليقات مشان أعرف رأيكم فيها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلوا، تشتركوا بالقناة وتعملوا مشاركة للفيديو مع رفقاتكم. اذا كان عندكم اي سؤال استفسار او اقتراح حطوا لي بالتعليقات وانا رح جاوبكم عليه. والفوكابيولير اللي اخذناهم اليوم والمصطلحات كلها موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، رح احط لكم ربطه بصندوق الوصف. هيك بسهل عليكم دراستهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.